الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيدة بتواجدي اليوم في مهرجان إكسبوجر 2024. طبعا هذا المهرجان اللي يسلط الضوء على المحتوى وعلى الصورة، وسعيدة بمشاركتي اليوم في هذه الجلسة المتخصصة في الصناعة السينمائية وتسليط الضوء تحديدا على تجربتي في هذا المجال. طبعا كانت لي تجربة جدا ناجحة في إمارة الشارقة، وتحديدا مع مدينة الشارقة لإعلام الشمس بفيلمي الروائي الطويل 218 خلف جدار الصمت، كأول فيلم روائي طويل لي، تم إنتاجه في عام 2021، والحمد لله نال على جوائز وعلى عرض داخل وخارج الدولة. هذا دعم يبين دعم هذه الإمارة، إمارة الشارقة، للموهوبين والمبدعين في مجالي. طبعا مجال الإخراج واجهت العديد من التحديات، ولكن قدرت أني أنا أتغلب عليها بنقاط حابة أني أنا أشارككم فيها. أول شيء حابة أوجه رسالتي لكل امرأة أو كل مبدعة حابة أنها تصير في يوم من الأيام مخرجة أو صانعة محتوى، أنها دائماً تطلع، دائماً تقرأ، دائماً تشوف شو الإصدارات الجديدة في هذا المجال. الشغلة الثانية أن نحتك بالناس المتخصصين في هذا المجال ونتعلم منهم. الشغلة الثالثة الصبر، لازم نتحلى بالصبر عشان نحن نوصل للهدف اللي نحن نطمح له.